الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة النشانات كصاب سنيد ماذا تعرف عن حقيقة الشيعة؟ سلسلة نجوم عدرني محاكاة قانا شيعة حقيقة أم عقائد يا ميسيهين ضبطة يا محادين سلسلتي أين المرقص وحوي أنا قوم بيعد الله ولي وحين كنت لنا عقيدة ذي توس ما ينعجرين هل كي كسر باللامين يسوي السعودين يوم وحين كنت جد لنا ولي عدي أساسي أيين هو الطعية راسين ولي كنت لنا ولي جوجل حاركي أيين هو كنت لنا وحي حلقة لنا كسر بسنان دون إن شاء الله تعالى مراحل الشيعة شيعة المراحل شيء صوم مرين هي مرحلة ضحى هي مرين بين حلقاتنا كوساب سنانتون إن شاء الله تبارك وتعالى هذا مراحل شيء هذا مرين وحومه سن أفر مرحلة مرحلة كوباد وحوي المرحلة الأولى ومرحلة عبد الله بن الصبا اليهودي مرحلة عبد الله بن الصبا اليهودي سو وذي هي مرخص وحوي عن جولاتك هي وريجي وتحو ريجي وضمضة هي مرخص جار أهان مصر هي العراق وحوقه في تنت وقسي كعيي لوضع ميل المصر العراق يرهن في تنت حوقه سي كعيي لأن حجاز نكون جوليسا ومرقى سبحان ويا صحابتي كعيل كودي ولا التنبذ ودي أيا تالي عصر ورا عصر الذهبي وها إن شام نكون جوليسا إنه معاوية وفطنة وفهنسا وها أي مرقى سبحان ويا وها أي مرقى جوري ولذلك حد معاوية وأنك أقول عليه الصحابة لماذا محي أن عيان وحيارها أن عيان كو حكام وحكوف فهمي سيرتودي يوحى أي الغرين أيوف الشيء معاوية وويفا مرة تاسو كفهمي سلام الجوا عقدة عقدة إيمانك عبد الله بن الصبا هي أنت نسرتي أي قارين تيرا إلى ما تتاجم طيب مرحلة كوباد وحياة المرحلة عبد الله بن الصبا اليهودي ويان مرحلة الله بعد وحويان ومرخص حويا مرحلة الله مستعان ومرحلة إظهار هذا المعتقد والتصريح به ومرحلة المعتقد كان موجستان أي موجستين هي مرخص حويا محوها هنا عديين أو المعتقد كأي عقيدة أي صوبا إليه ويان مرحلة وحين أهل وقت قاسي بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنت عثمان لدلي دبدي بهاي مرخي عثمان سلا ولنتي خلافة علي وقتي أي معتقد هي أي آمين سنائين أو علي با إلى هيئة أي مرخى سحوي محوها ولذلك الدماء قاعدين دون شيء على إننا اسم إلهنا أهين اسم رسولنا أين أهين يا مساسي آمين وحي آمين سيه إن أين إنه إسق إلهنا إن هين إسق رسولنا إن هين وينوت من دونا دي بانك شيء دونا إن إلهين أو بكر يا عمر أنك رسولك ورسول نوماها إله هو من إله نوماها إن إلهين هل كي كتا أنت إشي على دي بانك حلقاتك الضمبة معتقداتك ودي عقيدة مرقى شيء إن نكو قارينا إن شاء الله تبارك وتعالى مرقى حالة دنيادة عثمان لديلي وحي مرقى صحابة وكم مشغول صنايين في تمتي طعري عثمان دلكي سنة صوبتي سيؤد من لهايين أي مركز محاوية أنكم مشغول صنايين مشغول كي نوعا سيكفى إليسين مركز سيس أبابلين إلا علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحيوكم مشغول صنا في تمتي إلا الدمي ويا الدقال بالسعودي ومركز معاوية بن أبي سفيان إيو مركز محاوية علي بن أبي طالب إيو معاوية شام جوغية علي المدينة الجوغية إيو أي مرخى قاب كي مرخى لو قدم التجد عن من كي علي دلي عثمان دلي أي اسكو خلافين خلاف كأحريس أي يونا كسي فايريسين إلى أي معتقد كودية عقيدة ذي أي موجين مرحلة سنة مرحلة لواب بيهي مرحلة الصدح هذه وحيا هي مرخى سحوية ومرحلة مرخص مرحلة اشتداد أمرهم وقوتهم واجتماعهم تحت أمر واحد وتحت قيادة واحدة مرحلة وحياة أي أود دود كور عدي أي هل مسؤولية شين وأي مرخص حوي أن الله مستعان أي يعني مرخص أبابلين أي أود دود كور عدي وأي مامل يا شين أي أهيد مرخص
مرحلة وحيها بعد مقتل حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مركي للدلي دبدت بأهد مركا وقت قاسي مركا سحويا وحيها الدلدو حلقا مركا سحويا إلى تقريبا مركا سحويا لحظا يا أفر هدلدا نبي مركا يحيد كدي مركا سحويا حلقا يغو كو أندعون يا حسين بن علي بن أبي طالب بأنه أسوى أرقودينا وأنه أرقوس أسوى قادينا بلهاي المركا وانا الامام الطبري عليه رحمه الله تاريخ ليس تاريخ الامم والملوك مركو كهد ليه وحوليه مركا في حوادث في سنه 64 سنه لحظه يافر قعدوني كي دعي وهجره النبي صلى الله عليه وسلم وحولي وفي هذه السنه تحرقت الشيعه بالكوفه وعد الاجتماع بالنخيله سنه 65 للمسلمين للمصير لاهل الشام للطلب بدم الحسين بن علي بن أبي طالب وتكاتبوا في ذلك وحوليه إمام كاسي عليه رحمة الله سندا يضع شيء عذبات أقلقاقي كوفة تحديدا كلا بين الديار صريم إماشا أن خلال كل مان سندا مركز حوية اللي احنا يشمر خجير النبي واحي يقول هشام مصير كودا مركز حوية ككل مياه وكوضا حد ليه إسلام مركانا ليه وحر غادي أن ديجي حسين بن علي بن أبي طالب arintaas ee quraanka iyo warqadaha isku dirdireen marka wuxuu ku sheegayaa mujalladka 6aad safhada 487 ila 501 ku sheegayaa Imaam Ad-Dabari alayhi rahmatullah fi taariikhi marxaladaas marka marxalay aad u qoweysan baa marxaladii 3aad weeyaan marxalada afraad ee shiicadu ay soo mareen waxay ahayd marka waa marxalad inshiqaaq shiica arghafida an zaydiyati wa baqi firaq shiicati waxay ahayd marxalo ay markaas waxa weeyaan shiicada iyo xaafidadu oo kuwan hadda jooga ah ay firqdii kale ee shiicada oo dhan ay gooni uga baxeen waqtigaasna waxay ahayd sanadda hijrada markay ahayd 121 ayay ahayd oo waqtigii Zayd ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib uu ku duulay Hisham ibn Abdul Malik ee markaas waxa weeyaan aynu ka soo hadalnay xalaqaad ka hor aynu ka soo hadalnay ayaa waqtiga waxay muujisteen markaynu ka soo hadlaynay sababta loogu tilmaamay markaas yacni arxaafida maxaa loogu tilmaamay oo arxaafida loo yiri markaynu ka hadlaynaan tilmaanay waxaa dhacday xilligaas inuu markaas waxa weeyaan ay muujisteen inay Abubakar iyo Cumar ay aad u caayaan oy ka beri noqdaan oy markaa diidaan khilaafadoodii oy wax ka sheegaan ayaa bilaabatay markaa xilligaas ayay markaa marxaladan ay markaas waxa weeye soo galeen afraad ila haddana ay ku jiraan eer khaafidada amarka ila waqtiga ila maantana way ka sii darayaan mooyaane kama soo horqeynayaan marxaladaasi marka waxay ahayd marxalo ay markaas waxa weeyaan shiicadu ay soo galeen marxalada afraad ahayd marka shanta marxala ugu weyn sida aynu tilmaaneyna maalinkaas ila maantana ka soo horqeyn male way ka sii daraan maalin walba wax cusub iyo markaas waxa weeyaan fogaansho Ilaahay ka fogaanayaan iyo diin la'aan ayay u sii socdaanayaan gaalnimo markaa marka shanta marxalada ugu muhiimsan kadib bay firqooyin ay noqdeen marka laga bilaabo oo markaas waxa weeyaan Sayidiyo Nusayriya Calawiya iyo markaas waxa Raafidadan qayb ay noqdeen Nusayriyada iyo Calawiyadii baa intaas oo firqo sii kala baxday Sayidiyadii baa intaas oo firqo noqotay firqooyin bay markii dambe Ismaaciiliyadii baa intaas oo firqayadu noqotay yacni firqooyin bay isku sii bedeleen إن شاء الله في رقضة حلقة ضمبة أي نكون يجدونا هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.